dieses Bit. Erstmal Edit. Craft. Zum Schwab. النهارده هنعمل حاجة جامدة جدا. أول حاجة كده نخش ننام. قال لك معايا سير كده كده. نخش عشان نطبخ سان بالبيفانوت ان شاء الله. عاملين عرض الشباب نص رمضان. ياما استنى ده اللي هو خد يا لا خد يا ايه ده ضربة واحدة بس بات يا ضعيف. اوكي خلينا نروح نشوف الساند اللي حطيته فوق. انا ما حطيتش الفحم النهارده. هنصنع خمس رمضان كده نفسنا عنده طيبين. حطينا الفرن عشان يطبخ. خلينا ننزل سرير تمنجس امونجاس. مش بس الياسمين. انا عايز بصل يعني 15000 كيس. حاجة بسيطة. اللهم جربت الكيسر حظي. راح اطول على اي ورد. فكر ان انا الون الورد هنا لونه ايه ده. هنجيب نشوف بيتي سبخت ايه. ميديناش حاجة اصلا. ازيك يا زغطة عامل ايه؟ خلينا نروح نزرع اجيب الكوليسترول. لا كوليسترول حاجة بكوليسترول شوف في اسمي حلو في دماغي. اه افتكر الزفات اللي هنا. مش شايف حاجة. اي مش شايف حاجة. وات يا جدعان مش شايف. صك انزل انزل لي ضلي. يا نهار اشوح موت. يا نهار اشوح سلاش تكبير. الحمد لله لحقت نفسي. ده سبحان الله عملت كريتيف عشان الزفت والطين ده نزل ده خرا. في حاجة يا كابتن يعني اسأل سؤالا هل في حاجة ولا ايش يا كابتن؟ كفينك كفينك جلوستون.
Dann außer ihn. Dann geben wir kurz die Schärfe mit den Abonnenten wieder. بس تظهر الصق منكم خبي قصة بالبيسبول مشكلته الوحيدة خلي ارجع الحاجة طبخ يعني خلي بس حطيبة طبخ بس مش عادي يتبلو عايز ولكن اصبع انت تاخد ضربة انت تاخد ضربة تاخد اخر ضربة بس اوكي بس حان زمانه طبخ وجبنا الجلوستون كله تمام سريع قوي ان شاء الله انا عارش شويه سريع جدا ولسه بيطبخ تستعبط يا نهارك يا شويه بس انت دلوقتي مش عاوز زينا بقالك ساعه بتطبخ يا رحوم ما علينا كنت عاوزين بقى نعمل خليه بس كده نخش على الكرافتنج تيبل باشا مفيش مكان زي ده برطسنا 32 طبعا كان محتاج دي ليلة سودة بس محتاج ورد مش عاوز الوان دقيقة دي اللون اصفر ايه ده والله فيها هنا احمر لون احمر مش مش غير اللون الاحمر احمر بزيادة لا مش عارف مش الاحمر كنت عاوزة لون اصفر بس اسف مش اصفر
دلوقتي نعمل سلاش نورمال. اوكي ارمي الستيك وهات الكزرات. اوكي تمام هنحللهم. هنحللهم نايم من هنا. نقدر تحط 8 دقايق مش هيكفي. بس اروح البيت ننام. مش قادر جه قصان طلبات في رمضان. ايه خلينا ننام هنا. اوكي صحينا كله تمام. انا فاكر ان انا كنت باني الفانوس. ده الفانوس يا شو الفانوس نفسه مش كان فيه. ايوه هو ده تمام. هروح الون ارجع اختار كرافتنج تيبل. ايه هو كل اللي تبع اللي معانا ده ايه ده بالظبط الكودر دي على عدد تمام. شوية تمام سبع شوارد شوف كده بخلي خلي خلي لما يورد طاقة ليه ما نضرب خلينا كي خلينا بقى نبني العمود بتاعه. انا كسرته وبخرب الام الشكل. استنوا نشيل الكيكس شوف حلو. كسر ده كسر ده ساكت صغر مش كسر ده كسر كل الهبل ده تمام. دي واحد اثنين ثلاثة اربعة. وهنا دي واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربعة في اربعة اوصلهم القرف اللي انا عامله. الجلوستون فرنساش بجيب شوية حاجات صاروخ مش عارف ليه حاجات شوية صاروخ بس شكله حلو بصراحة دون كده حلو ولا وحش؟ بالنسبة لي حلو شوية شوية. وبس يا جماعة كل سنة حتنحاتشو لايك واشتركوا تكتبوا تسميها. نشوفكم الحلقة الجاية مع السلامة. جود باي وكل سنة طيب مع رمضان. في العيد هنجيب لنا تبيحة حلوة من مزرعة المانجا. تبيحة يعني فل. سلام يا خروف سلام يا بار. ومع السلامة.